مرحبا، كيفكن يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رح اعمل قطايف عصافيري بطريقة كتير سهلة بالقشطة يلي عملناها بفيديو الغريبة بالقشطة وبالشوكولا، مع طريقة عمل قطايف ناجحة 100% وما في اطيب منها وكتير كتير سهلة. وهلأ رح اترككم مع الوصفة. بالبداية رح احتاج كاسة طحين، كاس وربع مي دافية، معلقة كبيرة حليب بودرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة سميد ناعم حصرا، معلقة صغيرة خميرة قشطة، يلي حابب يتعلمها الفيديو بصندوق الوصف، شوكولا، قطر، كل كاستين سكر بدهم كاسة مي، بغليهم مع بعض وبتركهم حتى يبركوا، ملونات غذائية حسب الرغبة، فستق حلبي وبندق للتزيين حسب الرغبة. للقطايف بحط كل المواد بالخلاط وبخلطهم منيح. بعدها أنا حبيت ضيف نقطتين منكه ماء ورد، وهذا حسب الرغبة. هلأ رح اقسمهم ثلاث أقسام ولونهم، وهي المرحلة اختيارية، فيكن تستغنوا عن اللون وتطبقوا الوصفة مثل ما هي. وبعدها ضروري وأساسي نترك الخليط ليرتاح وليختمر نص ساعة. بعد ما تركتهم نص ساعة لحتى يرتاحوا، بمسح التقلاية بمحرمة عليها زيت، والنار هادية كتير لازم تكون. وببلش بختبر أول شي بنقطة صغيرة، إذا لقيتوها فورا عم تعمل فقاعات وعم تستوي معناها حميت التقلاية، إذا لا فاستنوا شوي وبعدين بلشوا. بس تصير لون واحد وتطلع فقاعات بتكون استوت، يعني بتاخد دقيقتين بس. طبعا هدول الفقاعات دليل على انه الخليط ناجح، اذا ما طلعوا هدول الفقاعات معكم يا بتكونوا ما تركتوهم يختمروا، او يا اما المكونات ما كن حاطينها بالعيارات. بس خلص منهم بحطهم على منشفة لحتى يبردوا وما يعجنوا. هدول هن بعد ما بردوا هلا بطفوا طرفهم من تحت وبحشيهم بالقشطة والشوكولا. والتزيين انا حطيت على الشوكولا بندق مبروش وعلى القشطة فستق حلبي مبروش. انتو فيكن تحطوا شو ما بدكن مكسرات. وقت التقديم بحط عليهم من القطر البارد. هذا هو الشكل النهائي، بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. جربوا القطايف بطريقتي ما رح تندموا، لانه كتير سهلة وبسيطة وبنص ساعة بتكون جاهزة وكتير كتير طيبة، ولونوهم وغيروا شوي عن العادة، لانه هي القطايف صارت من عادات رمضان وشغلة عادية انه تشوفوهم بسهرات رمضان، لهيك على القليل غيروا بشكلهم وكونوا مميزين. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. باي باي.